التنظيم ديالنا في هذه الندوة هذه في المنتدى المغربي للصحفيين الشباب كتأتي انطلاقا من وعينا بالأهمية ديال الترابط ما بين مجال وحق الحقوق الإنسان والصحافة، لا على المستوى المهني ولا على المستوى المرتبط بأخلاقية مهنة الصحافة. على المستوى المهني نقصد به أساسا أنه كيفية أنه الصحفيين ممكن يغطيوا القضايا ذات العلاقة مجال حقوق الإنسان انطلاقا بشكل يعني محترف وبشكل مهني من خلال ضبط المصطلحات، ضبط الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان سواء التعاقدية منها أو غير التعاقدية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية الارتباط على أنه الحقل ديال أخلاقيات مهنة الصحافة، ارتباط ديال الوثيق بالحقل ديال حقوق الإنسان. نحن في المنتدى المغربي للصحفيين الشباب نعتبر على أنه أخلاقيات مهنة الصحافة ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. دونك هذه الندوة هذه اللي كنظموها اليوم كتجي تتويج لواحد العمل قام به المنتدى المغربي للصحفيين الشباب. هذا العمل هذا اللي جاء في إطار اشتغلنا فيه انطلاقا من العمل ديالنا في تقوية قدرات الصحفيين، لا سواء على مستوى تقوية قدراتهم في في في, في المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، في الآليات الأممية لحقوق الإنسان، في كيفية التعامل معها، في كيفية التغطية ديالها. وأعددنا في هذا الإطار هذا دليل موجه للصحفيين مشاركة مع منظمة إنغشبول الألمانية، أعددنا واحد دليل موجه للصحفيين حول الآليات الأممية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان. ونسعى من خلال هذه الندوة هذه أيضا إلى الوقوف أولا من جهة عند مكامن الخلل المرتبطة بالتغطية الإعلامية ديالنا القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا على المستوى المهني اللي شرحته قبل قليل ولا على المستوى أخلاقيات المهنة، ونرصد مجموع الإشكاليات اللي عندنا على مستوى استخدام بعض المفاهيم في غير موقعها من جهة، أو عدم تغطية بشكل جيد الآليات الأممية المرتبطة بحقوق الإنسان، لا سيما في علاقة علاقتها بالمملكة المغربية. هذا من جهة، وعلى مستوى أيضا الأخذ بعين الاعتبار المنظومة ديال حقوق الإنسان في المجال ديال التغطية الإعلامية وعلى الجانب يعني الأخلاقيات ديال المهنة من خلال تجنب مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتحريض على الكراهية أو العنف أو أشياء من هذا القبيل. بالنسبة لهذا اللقاء، أولا التنظيم ديالو كيجي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، واللي هو كما معروف يتزامن مع 3 ماي من كل سنة. الفكرة الأساسية طبيعة الحال تتعلق بالعلاقة الممكنة ما بين الصحافة وميدان حقوق الإنسان. السؤال المطروح، هل يمكن للصحفي أن يكون محايدا في معالجته لقضايا حقوق الإنسان بالرجوع إلى الأدوار التي يقوم بها الصحفي؟ هناك ارتباط جدلي أو ارتباط وثيق بالقضايا التي يتناولها الناشط في حقوق الإنسان مع الممارس لمهنة الصحافة والإعلام. إذن ما هي القضايا التي تشارك فيها كل من الصحفي والناشط الحقوقي؟ طبيعة القضايا باعتبار أن الصحافة تدخل في جانب المتعلق بحرية التعبير، وحرية التعبير هي مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، ولكن بالنسبة للصحافة إن كانت جزء من حرية التعبير فإنها في نفس الوقت تعد أرقى ممارسة لحرية التعبير، وهي الصحافة، ونعني بالصحافة جميع وسائل الإعلام سواء عن طريق الكتابة أو عن طريق الصورة أو عن طريق الإبحار في شبكة العنكبوتية. الندوة اليوم التي نستقطب فيها أسماء وفاعلين مهنيين وباحثين معروفين تأتي كما هو معلوم لديكم في إطار عريض، هو العلاقة التي تلعبها أو العلاقة القائمة بين الصحافة وحقوق الإنسان، أو بطرح آخر هو العلاقة التبادلية أو التكاملية التي تلعبها الصحافة مع حقوق الإنسان، وذلك على مستوى ترسيخها وتعريفها ضمن
الأدوار المنوطة بنا نحن كصحفيين في المجتمع. فكما هو معلوم لديكم من أدوار الصحفي التأطير والتوعية والتثقيف، وهذه الأدوار كلها لا تنأى بحال عن التعريف بحقوق الإنسان ضمن جدلية تتعلق بمجموعة من المواضيع الجدلية التي يعرفها المجتمع والتي تعتمل في المجتمع، خاصة في الظرفية الحالية التي نعيشها. لذلك فأن يجتمع هذا القدر من الباحثين في هذا اليوم تحت هذا السقف فهو أمر مهم لنا نحن كمهنيين، ومهم كذلك للرأي العام بشكل خاص بالنظر لأهمية وأولوية وملحاحية موضوع هذه الندوة.